قد عندك إمكانية أطبخ حتى يكون جاهز لهؤلاء الأبطال، هؤلاء اللي متحملين حرارة الشمس وجايين هنا في سبيل الإصلاح والمصلحين. جاي نجيب الذبائح هسه، لحد الان جبنا ذبائح، جبنا من الابقار وجبنا من الاغنام وجبنا من كل شيء، وهذا جاي نقدمه قربان لهاي ذول الابطال اللي ساكنين هسه اليوم بالبرلمان. هذول ابطال، ناس ابطال، ولهذا احنا جاي ندعمهم. يا عيون مشي 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 هلا مليون عافيه. اخوان ثلاثه وابوهم، الله سبحانه وتعالى مسهل امرهم، نعمه خير من الله، هم عليهم الدعم واحنا علينا الخدمه، علينا الطبخ. اي اعتبر نفسي انا خادم من هاي الخدام الموجودين. إيه ان شاء الله لديهم ما تثور ان شاء الله. الحمد لله وشكر الدعم اللوجستي موجود، وتدري لو ما الدعم اللوجستي اكثر يد ثوار ما راح تستمر، لان هو الاكل والشرب هو الشيء الاساسي على مود العالم تستمر به. يعني الحمد لله وشكر ما مقصرين، مواكب موجوده، اكل موجود وموفرين لك كل سبل الحياه من اكل ومن شرب، حتى بعض الاحيان من مبيت تقدر تبات. الحمد لله وشكر ما مقصرين ويا الثوار، الحمد لله وشكر يعني موفرين لك كل سبل الراحه من اكل من شرب. وجاي اشوف انت هنا، كنا جاي ناكل احنا بالبرلمان يعني حتى ما نازلين جوه. احنا جايين هنا ندعم المتظاهرين ونبقى الى ان يبقى المتظاهرين. ايش قد يبقى المتظاهرين؟ شهر شهرين ثلاثه سنه، احنا نبقى ولازم نحقق مطالبنا. ما بيك المجال، لا تراجع لا تراجع لا تراجع. انا جاي من البصره والكرو مدينين هديه، دول احنا اربع نفرات داينا كرو دين واجينا بس الكرو، بس نحمد الله وشكره لقينا كل شيء متوفر هنا، متوفر الاكل والشرب والمنام، كل شيء كل شيء متوفر هنا. ويعني بركه محمد الصدر، بركه الناس المخلصين الابطال اهل المواكب الحسينيه الموجودين هنا يساعدون الثوره، ما مقصرين يعني. ونحمد الله وشكره، الله ينصرنا على الفاسد.